في كتابه التاريخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور إلى العهد العلوي، يشرح المؤرخ المغربي عبد الوهاب التازي وضع المغرب خلال القرن السابع عشر، التي كانت على وشك أن تظهر فيها دولة يهودية يقودها تاجر يدعى هارون بن مشعل. إن دولة إسرائيل كانت بالفعل على وشك أن تقتحم تازة ثم تعم فاس لتنساب منها إلى البلاد الأخرى. ظهر ابن مشعل وسط اضطرابات سياسية، أحاط نفسه بجنود أقوياء وكان فيه الكثير من البغي، فتسلط على المسلمين واليهود وفرض عليهم ضرائب مجحفة وبسط نفوذه على القبائل وسعى لإقامة دولة يهودية، لكن طغيانه كان وراء التخلص منه ومن شر أفعاله. ذلك أن ابن مشعل كان مارا ذات يوم، وإذا به يقف على امرأة تحمل طفلا صغيرا وبيدها جرة ماء، طلب إليها أن تسقيه وهو يختبر على ما يظهر شعورها نحوه، لكنها رفضت. وهنا طوح بصغيرها، وجمعت الأم أشلاء الطفل ورجعت إلى القرية لتلهب الناس ضد ابن مشعل. كانت تلك الحادثة القشة التي قصمت ظهر البعير. بعد أن سمع بذلك المولى الرشيد بن علي بدأ يفكر في تخليص أهل تازة من ابن مشعل، وقيل إنه جمع بعض رجاله ورفاقه وتمكنوا من إيقاع ابن مشعل في حيلة انطلت عليه، فقتلوه وخلصوا الناس منه ومن بطشه وطغيانه في صائفة عام 1663. غنم الرشيد أموال ابن مشعل وكنوزه وعتاده، وجمع حوله القبائل وسار إلى فاس في جيش عرمرم انتصر به على أخيه المولى محمد، وأعلن قيام الدولة العلوية عام 1664 التي تستمر إلى يوم الناس هذا.